مقابلة التي ستجمع الوفاق غدا مع الفريق الغاني. جينا اليوم باش نزيد لهم دفع معنوي و امتجاست مادي على كل حال. كما عارفين بلي الامور الماليه كيفاش راهي، ولكن وجب علينا والزاما ان نرافق كما تعهدنا مرافقه هذا الفريق على كل المستويات. والحمد لله اليوم نقدم وفقنا ربي باش نقدم لهم اعانه قول سيمبوليك 20 مليون دينار، وان شاء الله في المستقبل نزيد نعاونوهم ان شاء الله، كما طلبنا من مصالح البلديه ثاني باش تزيد ترافقهم ماليا ثاني باش نحل علينا الخنقه الماليه هذه ان شاء الله. نخصوها السمانه هذه ولا السمانه الجايه. انا حنا كان يعني كيما نبدوا الوجه الخطره هذه زوج ملاير هذه ذكيتية. ما نحبش نستعمل كلمه مقاطع، انا فهمت حاجه في الايام القليله والسكوت العمل اكثر. اما ما قام به سيد ولي ولاية سطيف ورئيس مجلس الشعبي البلدي وكل السلطات اللي حضرت اليوم في هذا الظرف الصعيب، لان الشباب وكل انسان راه يفكر بان لم تبقى اللي احنا مسيرين. ونعاود نقولوها مره اخرى، راني ما هدرتش بزاف، انا هدرت صافي بليز دموا، مازلنا تاكلين على ربي وعلى روحنا، ثم ننتظر الا المرافقه من السلطات. نحن زافون بوكو دو بروجي اكسبوزي، ومشكور سيد الوالي بزاف بزاف باسكو سافا دوني كيما يقول لك ان اسو بور لي جوار بور دوما ان شاء الله، باسكو سي با ماتش فاسيل. وندوروا المجموعات ونخليوك تنتهي بالمشاكل الاكبر من كره القدم.